كاتبه واحد من الزملاء. يلا روح. باللغة العربية الفصحى. يا سلام. تلك البيارك عزة الأرجاء تسمو. ما تجي بال. لا ما تجي باللحن. حاولت أنا. ها؟ حاولت باللحن ما تجي. ألا أعطيك أنا. لا لا صعبة صعبة. عطنيها بس يا برحة. تلك البيارك عزة الأرجاء. تلك البيارك عزة الأرجاء. يا سلام. أعطيتك لحن بعد طلال مداح. بعد. تلك البيارك عزة الأرجاء تسمو بعدل شع في الأنحاء. بالسيف والعدل العظيم تألقت وعبارة التوحيد في العلياء. سلكت طريق الحق في دستورها والراية الخضراء خير لواء. من يوم أن وضع الإمام محمد ابن السعود أساسها بإباء. كم من عدو حاسد. من يوم أن وضع الإمام محمد بن السعود أساسها بإباء. نشر الفضيلة دعوة بأصولها بالشرع والتوحيد في البيداء. كم من عدو حاسد بطريقها ومصيره في الذل كالجبناء. بلغت حدود جزيرة في حدها وجنوبها في دعوة ونقاء. هي دعوة الحنفاء في مضمونها لله إذعان بكل صفاء. وعلى طريق الحق أكمل دربه قادات مجد في عظيم أداء. حقب ثلاث نهجها متأصل بملوكها وبخيرة الأمراء. آل السعود السالكون بدربها نحو العلا ببراعة ودهاء. أرسوا قواعدها بنهج واضح بمحجة بيضاء بكل سخاء. وختام حقبتها بكل شجاعة عبد العزيز الفذ في الإرساء. فلقد أقام الأمن في أرجائها بالسيف يقطع أنفس الأعداء. هي دولة جمعت بخير خصالها في العالمين بقوة وثراء. ثم اكتمال العقد في حكامها حكم السعود وفيصل بوفاء. ولخالد في الحكم عهد طيب والفهد أنبل قائد بفناء. وكذاك عبد الله أرحم حاكم في عهده الفياض بحر رخاء. وختامها سلمان في عصر العلا حكم البلاد صرامة بعطاء. سلمان أعظم قائد في شرقنا إن قال قولا صارما بندائي. وولي عهد الملك فكر باهر رفع البلاد مخططا بذكائي. فبلاده في عصره تسمو على كل الدنا بالأمر والإمضاء. هذه البلاد تأسست بدمائنا سنذود عنها أنفسا بدمائي. أسس بنهج الحق في قاموسها ضاهت حدود الأرض في الأنباء. في يوم تأسيس الديار وعيدها غنى القصيد مشاعرا بولاء. هذه الشاعر الشريف علي محمد معافى. يا سلام الله صح انسان والله صح. مبدع مبدع جزاه الله ابو عبد الله.